لو بتدور على الراحة بلاش تدقق في كل شيء، لو عاوز تعيش سعيد اوعى تحلل كل حاجة. وافتكر انهم لما حللوا الماس اكتشفوا انه كان في الاصل فحم. اهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامج بالالوان الطبيعية. ضيفتنا النهاردة هي بنت العرب اللي حصلت على لقب ملكة جمال ستار اكاديمي. هي نجمة جزائرية شابة قدرت تصنع لنفسها قاعدة جماهيرية كبيرة وفازت مؤخرا بجائزة الميمة التشجيعية. حلمها تكون مطربة مختلفة تترك بصمة باسمها في عالم الفن. هنتكلم النهاردة معاها عن أهم التحديات اللي بتواجهها في مشوارها الفني، وليه كتير من النقاد شايفين ان جيلها مش أسعد حظا من الأجيال السابقة. وهنتكلم كمان عن أحلامها وطموحاتها الفنية وعن الهجوم اللي تعرضت له وعلى حصولها على لقب ملكة جمال ستار أكاديمي وعلى فوزها بجائزة الميمة واللي شهدت منافسة قوية بين نجوم الغناء في العالم العربي. ضيفتنا هي بنت العرب سهيلة بن لشهب. سهيلة نورتيني في برنامج بالألوان الطبيعية ونورتيني كمان يعني في مصر بلدك التاني، مش الجزائر بس اللي بلدك. الله يخليك والنور بوجودك حبيبتي، ربي يخليك. سهيلة في البداية حابة أبارك لك على تكريمك وفوزك بجائزة الميمة التشجيعية، وطبعا الجائزة دي يعني بتنافس عليها نجوم الطرب الكبار على مستوى الوطن العربي. كلميني على شعورك وعلى فرحتك بالتكريم ده، وهل اتفاجئتي ان يعني فزتي بجائزة زي دي؟ أول شيء قبل ما نحكي عن أي شيء نشكر الأحباب من الجزائر من كل الوطن العربي اللي صوتوا لي وقفوا معايا وقفة عمري ما ننساها، لأنه أعطوني جائزة ما ولا يوم توقعتها، بالأخص ما كانش عندي السينجل الخاص فيا، يعني دخلت بدخلة غير طبيعية الحمد لله، وكل ثقة فيهم وأنا كنت واثقة أنه راح يوصلوني لشيء، لكن لجائزة الميمة ما توقعتش. يعني كانت مفاجأة بالنسبة لك الجائزة؟ بزاف، وهذا نعتبرها جائزة ليهم ونعتبره ليهم لأنهم هم تعبوا عليه
وبهذه الطريقة أنا حسيت بالمسؤولية أكثر تجاه الأحباب اللي صوتت لي، فنتمنى إن شاء الله يا رب نكون على قد المسؤولية ونعوضهم. لا أكيد إن شاء الله، وأكيد مش هتكون الجائزة الأولى والأخيرة. أنت ما شاء الله يا سهيلة ليكي قاعدة جماهيرية أنا اتفاجئت بيها على فكرة. الحمد لله. لا حقيقي سواء في مصر أو في الجزائر أو على مستوى الوطن العربي. الحمد لله يا ربي، هذا شيء من عند ربنا سبحانه، ما نقدرش نشرف بأي حاجة في هذه الدنيا. ده أكيد. الحمد ربنا. لا بس الحقيقة ده سؤال بيطرح نفسه، يعني أنت ازاي قدرتي في وقت قصير، يعني انت ما شاء الله عليك يعني نقدر نقول ان انت في بداية الطريق، ولكن في خلال فترة قصيرة من بعد خروجك من مشاركتك في برنامج ستار اكاديمي، الحقيقة يعني بقى ليكي جماهيرية يعني كبيرة قوي وفانز بالملايين، وده اللي احنا اتفاجئنا بيه. يعني يمكن قبل ما حضرتك يعني تشاركي معنا في البرنامج وتظهري، احنا كنا اعلنا عن ظهورك معانا، ولكن قبلها عدد كبير جدا من الفانز عايزين سهيلة عايزين سهيلة عايزين سهيلة. فانا يعني اتفاجئت بقاعدة جماهيرية كبيرة ليكي، وده هيخليني برضو اعرف ازاي قدرتي في الفترة القصيرة دي تكسبي قلوب الجمهور في مصر وفي الجزائر. هي صراحة الواحد ما يعملهاش حساب، يعني يروح بنية صافية بفوت على ايا كان في هذه الدنيا بنية صافية، ربنا سبحانه يرزقه بدون علم، يعني بدون علم حد. فهذا الشيء اللي كنت ماشيه به، ان الواحد يكون طبيعي ويكون بالوان طبيعيه فهكا راح يقدر يوصل احساس للناس، سواء احساس خايب احساس مليح، فهذا يقدر يوصل به لقلوب الناس. وهذا الشيء اللي شافوه مني، ان سهيله طبيعيه بزاف، سهيله واضحه وضوح الشمس، كي تزعف وتكون زعلانه وقلقانه تبان، ولما تكون فرحانه ومبسوطه تبان، تكون زعلانه ومخبيه تبان، يعني حافظين ادق التفاصيل فيا لاني واضحه مع الكل. هذا الشيء خلى الناس تتعلق بيا اكثر، ونحب الحركه بزاف. لا الفانس كمان عملك يعني اكثر من فيديو ليكي محبه في سهيله، شفتي الفيديوهات دي؟ شفت من قبل بزاف فيديوهات جوني من الجزائر، من السعودية، من المغرب، من جميع الدول العربية الحمد لله يا ربي، وحتى العرب اللي عايشين برات الوطن العربي عند الأجانب كانوا يبعتوا لي، والحمد لله فرحانة بزاف. وأعتقد أن ده السبب الأكيد اللي وصلك للحصول على جائزة الميمة. وهم يعني صراحة هم اللي وصلوني لكل شيء، يعني البرنامج هذا لو ما طالبوا بي ما كنتش حضرت فيه. الحمد لله يا ربي، نتمنى مثل ما حطوني في يعني برامج ما شاء الله مقامها كبيرة، ومثل ما نقولوا بالجزائري وزنها ثقيل، يعني رائعة، فنتمنى أن نكون عند حسن ظنهم، هذا اللي نتمنى. سهيلة أنت بالنسبة لك شايفة التكريم والجوائز للفنان مهم، ولا رضا الجمهور على الفنان أهم؟ أنا إذا ديت جائزة بدون ما هم راضيين عليا، وش راح نعمل بها؟ جائزة نحطها وبعد شو راح نعمل بها؟ فنفضل أن نرضي الناس أكثر، هو إرضاء الناس غاية لا تدرك، يعني هذا حاجة معروفة، لكن نحاول أن نرضي الأغلبية مع أنه شيء صعب. نقدر ناخذ جائزة بأي طريقة، ممكن 3 أو 4 يثابروا وندي الجائزة، لكن أنا حابة، مش حابة 3 أو 4، حابة الملايير. أكيد. وأنا إنسانة طماعة، وده اللي باقي الحمد لله. بس في الفترة الأخيرة الحقيقة كترت يعني حملات حول الجوائز والتكريمات، وإن البعض كتير من الناس والنقاد البعض بيعقب على فكرة إن بتكون النوع من الجوائز أو بعض الأنواع من الجوائز والتكريمات بتكون الحقيقة مش حقيقية، بيكون يعني بيكون وراها مثلا بعض النجوم اللي بيدفعوا حقها، زي مثلا بعض الحملات اللي اتكلموا فيها على فكرة جائزة الميوزك أورد، اللي عدد كبير جدا من النجوم الغناء الكبار اللي طول الوقت بيحصل صراع على الجائزة دي، وفي الآخر بعض النقاد كتبوا وكلموا على فكرة ان لا في بعض النجوم بيشتروها. انت مع الحملات دي اللي هي ضد الجوائز والتكريمات اللي بيشتروها النجوم، ولا انت مش مصدقه الكلام ده وانه مش اكتر من انه حملات تشويهيه للنجوم الكبار اللي بيحصلوا على الجوائز دي؟ اول شيء نقول الف مبروك لكل فنان اخذ جائزه، واكبر جائزه هو حب الناس. اكيد. انا ما عنديش معلومات اكثر، فما نقدرش نتفلسف في شيء انا ماليش دخل فيه وما عنديش معلومات اكثر فيه، لكن اللي نعرفه عن الجائزه انه شيء مهم، شيء مهم للانسان اللي ياخذها، لازم يعني تشجعوا اكثر.
انه يشتريها ما يشتريهاش، والله العلم لله، ربنا سبحانه هو اللي عالم بكل شيء. انا اللي نعرفه عن نفسي انه الميمه اخذتها بصدفه، يعني صدمت كيف يعني سهيلة. مش معناتها مش ما نستاهلش كموهبه، لا الحمد لله قانعه في موهبتي والناس مقتنعين بها، لكن لسه في بدايه مشوار. بس انت برضو يعني الموضوع بالنسبه لك ما اثرش الغيره حوالين يعني بعض من زمايلك اللي كانوا معاكي في ستار اكاديمي اللي ما فازوش بالجائزه، خصوصا ان انت كمان ما وصلتيش للنهائيات، ده ما اثرش حاله من الغيره شويه بين لا انا ما شفتش صراحه، بالعكس لا ما شفتش، انا لحد الان يباركوا لي وكلهم مشغولين، يعني كلهم كل واحد يحسد الثاني على اعماله، يعني ما شاء الله الموسم هذا طلعوا كلهم، كل واحد عنده طريق محدود وباين يعني محدده، ف يعني كل واحد لاتي باموره. مش خلي بالك برضو الجائزه دي يعني بينافس عليها نجوم كبار، يعني الديفا سميره سعيد حصلت عليها على افضل البوم، كمان محمد حمائي افضل اغنيه، فاسماء كبيره. فاعتقد انك لما تفوزي بجائزة زي دي في وسط نجوم كبار اعتقد يعني لها صدى كبير. لا عندها صدى كبير، وكما نقولوا انا ما رحتش استلمت الجائزة فقط وطلعت مثل ما شافوا الناس انه طلعت سهيلة على طول، لانه صح كان الوقت متأخر، كنت تعبانة، كان عندي لقاءات، كان عندي مواعيد التزم بها، كان لازم ناكل. فانه حتى وانا في لما كنت مرة بسموه بالعربية كانوا صحفيين، كنت نشوف الفنانين تانيين كيف يتعاملوا مع الصحفيين، فكنت نتعلم يعني انا من نظره نتعلم كيف يتعامل مع الصحفي، كيف صحفي يتعامل مع الفنان. وطبعا الصحفيين انا بالنسبه لي شيء، هم والجمهور شيء مقدس عندي اكيد طبعا، يعني فلازم نكسب الاثنين، فنحاول انه اوكي الجمهور انا نتعلم كيف نكسبه، وكل لقاء يخليني نتعلم اكثر من بعد ما نطلع من لقاء، نعرف الجمهور وش عجبه وش ما عجبوش، نتعلم باش المرة الجاية نحاول نعوضهم يعني نضبط نفسي. ثاني مع الفنانين لما يكونوا مع الصحفيين نشوف كيف يردوا الصحفيين، كيف يخلوا الصحفيين يعجبوا بهذا الفنان، يشوفوه يطلع نفسه في صورة مليحة. فأنا كنت نتعلم في هذا اليوم، يعني تعلمت الكثير والحمد لله، يعني نتعلم ونطبق، وهذا شيء فادني أنا شخصيا. أكيد طبعا. هتغني لنا إيه النهاردة؟ وش تحبي نغني؟ تحبي ايه رايك نغني حاجه مصري؟ يلا سيره الحب. اوكي يلا. طول عمري بخاف من الحب وسيره الحب وظلم الحب لكل اصحابه، طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب لكل اصحابه، واعرف حكايات مليانه ودم وأنين والعشقين دابوا متابوا، طول عمري بقول لا أنا قد الشوق وليالي الشوق بتغير كل حياتي، معرفش ازاي انا حبيتك، معرفش ازاي يا حياتي من همسة حب لقيتني بحب،
ليتني بحب هدوء في الحب، آه هدوء في الحب وصبح وليل وليل على باله. الله يا سهيلة، جميل، حلوة قوي غنائك باللهجة المصرية وأم كلثوم، حاجة جميلة. الله يخليك حبيبتي. بما أنك بقى يعني زرتي مصر وغنيتي باللهجة المصرية، عايز أعرف إيه الأماكن اللي أنت زرتيها في مصر وعجبتك وكنت سعيدة فيها؟ كان الوقت ضيق بزاف، يعني ما رقدناش من البارح لل يعني ما قدرتيش ان انت تزوري اي مكان حتى قبل كده. وفي مكان اسمه حسن الحسين. الحسين، الله، طب جميل قوي. طيب ده هو ده اهم، هو عملوا لي حنا ولي صاحو طب جميل، يعني برضو قدرتي ان انت برضو في الوقت الضيق ده تستمتعي. ضروري ضروري، انا والله غرمت في الشعب المصري. حلو. يعني انا دايما وما زني لحد الان انه نقول للجزائر ما نقدرش، اي واحد ما يقدرش يعيش بعيد عن بلده، لكن كشعب يعني ثاني حسيته مثل الشعب الجزائري، طيب ومتواضع وعلى نياته، حسيت نفسي انه في بلادي. احنا هنطلع فاصل دلوقتي يا سهيلة، وهنرجع على سؤال خاص بالفانز المصري والفانز الجزائري. أوكي. وعايزين نعرف الفانز المصري استقبل سهيلة بترحاب عالي جدا، ومع ذلك الفانز الجزائري هاجم الفانز المصري. هنروح فاصل ونرجع ونكمل كلامنا مع سهيلة ونشوف الفانز الجزائري هاجم ليه الفانز المصري. انتظرونا. ورجعنا تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم على الفانز المصري والجزائري. قولي لي ليه الفانز الجزائري هاجم الفانز المصري يا سهيله؟ والحقيقه كان هجوم كبير قوي، يعني بقيت حاسه الموضوع يعني صراع ما بين بلدين، مصر والجزائر. قد ايه جماهيريتك كانت الحقيقه كبيره وضخمه بس سببت ازمه، فانا عايزه توضحي وجهه نظرك، او عايزاكي برضو يعني توضحي فكره ان احنا الحقيقه لما اعلنا عن وجود سهيله معانا عدد كبير جدا من الفانز كان فرحان، سواء مصري او يعني الجنسيات المختلفه، ولكن كان في بعض التعليقات، وده انا حابه ان انت تتكلمي فيه على فكره يعني التعليقات اللي بعضها ما كانش كتير، ولكن قالوا لا سهيله، لا سهيله شتمت مصر. فياريت توضحي النقطه دي، لان الحقيقه يعني حصل جدل كبير قوي في الصحافه خاص بالنقطه دي. اول شيء نحكي عن الجمهور، انا كجمهور كاحباب الخاص حكيت لهم من قبل من فتره كبيره انه ما يشتموش ولا حد، والحمد لله كانوا لدرجه يقولون لي يا سهيله شوفي هم يشتمونا عشان انت ما تركتيناش فرصه. فانا متاكده انه احبابي ما يعملوش كده، ولو حصل حسب ما انا كنت من قبل نشوف، حاليا ما شفتش وش صار لازم، لكن حسب ما كنت نشوف من قبل انه ناس تتنكر وتعمل فتن. فانه ما ده كان هدفه ايه او يعني إيه؟ يتنكروا على انهم جزائريين مغربيين تونسيين عشان يعملوا فتنه بين الدول، فهذا الشيء ما راحش يدوم، واكتشفوا عده مرات انهم ممكن ما تكونش جنسيته جزائريه، عامل حساب على انه جزائري. بس خلي بالك برضو يا سهيلة، انت يعني تحديدا الفتنة دي اشتعلت وبدأت من ستار اكاديمي، خصوصا ان كان في جلسة من الجلسات السوشيال ميديا ادارة البرنامج وقفت تماما اي انترفيوهات او اي حوارات صحفية، او حتى انك يعني تكلمي مع الناس على السوشيال ميديا بشكل عام عشان توضحي مثلا وجهات النظر. وفي الوقت ده كتير قوي من الفانز عندك، يعني عايزه اقول الدنيا اشتعلت قوي، ووقتها قالوا ان لا في مؤامره ضد سهيله عشان هي جزائريه. فانت كان ايه هنا بقى، يعني وضحي النقطه دي لان كتير قوي في نقاط راح نوضحها. وضحنا نقطه الجمهور انه ليه ممكن يكون السوشيال ميديا وقفت، ونوضح الشيء الثاني انه انت لو شفتي اكيد بتتابعي، لو شفتي سهيله شتمت مصر تستقبليها في بلدك؟ ابدا ولا في برنامج. خلاص، فهذا دليل على انه ما كانش هيك. بس والمصريين نعرف المصريين مثل الجزائريين والعرب كلهم انه حارين وعندهم النيف مثل ما نقولوا بالجزائري، عندهم دم سخون ما يقبلوش الذل، عندهم كرامه، فمستحيل لو شتمت مصر، انا من نفسي لو شتمتها ما مش هتتكرمي.
كمان فيها. مش نتكرم وما نقدرش انا من نخاف على نفسي ده. لكن الحمد لله انت مستقبلتني، هذا يدل على انه مستحيل هذا الكلام، وانا ما سمونيش بنت العرب ببلاش. لو كنت سبيت مصر كنت سهيله بنت العرب بس مش بنت مصر، اوكي كان لقبك. بس اكيد انت برضو حضرتي فكره ان وقتها قالوا ان سهيله يعني اداره البرنامج يعني دي نقطه البرنامج ان تم استبعادك، وانت تعرضتي وقتها كمان لشرخ في الحوض، وده كان سبب استبعادك كمان من البرنامج وانك ما تكمليش، واصبح شيء من الماضي صراحه. ما عدتش نحب نحكي لا عن الاكاديمي ولا عن صحابي في الاكاديمي، لانه كل واحد اخذ مجرى اخذ طريقه. بس اقول لك حاجه سهيله، ان الموضوع ده لحد النهارده لا انا وضحته كذا مره، وانا ناكد انه وضحته كذا مره، لكن كل ما تجيني فرصه اني نوضح اكثر بالظبط معليش نوضح انه كل اللي حصل معايا صح، انه الحادثه وهذا وقع، والحمد لله انا اللي تهمني انه انا بصحه واهتموا فيا في المستشفى وانا بصحه مثل نقولوا 100%. طب ايه سبب الحادث؟ يعني ازاي انت تعرضتي صح؟ انا احنا كنا نحكي فيه البارح، انا من الهبل اللي عايشه فيه كنت نعمل اكثر، لكن ما تعرضتش لحادث للاسف هذه المره، فعسى بس أن الحادث شيئا. ده اللي كان سبب استبعادك من المسابقه تماما. ونعم مش نعمل، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني هل انت وقت اصابتك كان ممكن انت ترجعي تكملي؟ انا عن نفسي ولا اصابتك نفسها هي فعلا تعبتني صعب. يعني كنت الكلام ما نقدرش نتكلم لحد اليوم هذا، ما زالني نتعب، يعني القعد نقعد بزاف ما نقدرش، ان نجري ما نقدرش، يعني ما زالني متاثره بهذا الشيء، لكن انا انسانه مثابره. الشيء اللي مثل ما قلت مؤامرات ما مؤامرات، انا هذا الشيء بس اكيد طبعا وصلك الكلام ده نشوف لكن انا ما كنتش في وسطهم، نشوف ناس تحكي وناس تحكي، لكن انا ما كنتش عايشه الشيء اللي صاير. انا وحده مش فاهمه ولا حاجه، بتلقى هم مش عارفه. لا ده حصل هجوم كبير على اداره البرنامج وعلى القناه المصريه اللي كانت راعي البرنامج، ووقتها قالوا لا احنا هنوصل الموضوع حتى للسفاره الجزائريه، ولو وصل الامر للقضاء. انت اكيد وصلك طبعا الكلام ده. لا انا لما طلعت عرفت القليل، لانه طلعت في وقت كانت هديت، لانه مستحيل، انا كنت في المستشفى ما كانش. انت كان عندك استعداد تكملي ولا كان نفسيا كنت خلاص مش قادره انك تكملي؟ لا نفسيا كنت بتمنى، نفسيا ولو يرجع بينا الزمن، واعرف نفسي ان انا هرجع ونشارك وعندي اراده كبيره، يعني مثل ما يقولوا مثل جزائري، يعني سألتي مثل جزائري، إذا كنت أنت قبيح أنا صامتة، يعني لو أنت واحد يعني الموقف اللي عشته كان قبيح جدا ده صحيح. أوكي؟ لكن أنا رخمة ما يهمنيش، يعني أترخم عليه لدرجة أنه يكره مني ويروح، فأنا هذه قاعدتي يعني بالعكس. وكانت تجربة بإيجابيتها ولا بسلبيتها ما كانش درجة ناخذها وما تكونش فيها سلبيات، تتعب أنك تحمل رجلك وتحط الرجل الثانية، فأنا نشوفها إيجابية. أخذتي فترة طويلة في العلاج؟ تقريبا شهر. شهر ما بتتحركيش؟ يعني في النص بديت نمشي شوية، نتحرك شوية، كانوا يشوفوني على البيريسكوب كيفاش نمشي كيفاش، يعني كانوا متابعين شوية. شفناكي وكتير يعني زعل قوي من استبعادك من المسابقة وقتها، لأنت كنت في الوقت ده متألقة وكل تصور أنت هتحصلي على اللقب. الحمد لله بالنسبة لي هذا اللقب، أنا طلعت لقيت ناس يحبوني. اتوقعتي ان مروان يوسف هو اللي يحصل على اللقب؟ كذا مره وقلتها له. وقلتيها له؟ قلتها له، بالاخص اخر اسبوع اكدت له انه انت اللي راح تاخذ لقب، هذا احساس. ما توقعتيش اللقب يكون مصري مش لبناني؟ احساس فقط، مجرد احساس. قلت له انا حاسه انه انت، كل واحد يحس شيء، واحساسي اجى في محله، يعني انا كنت مثلا انا من ناحيتي كنت نتمنى هايدي، لو طبعا انا داخله في منافسه لو مش انا. نتمنى نسيم، نتمنى إيهاب، نتمنى بزاف ناس كانوا، وهم الكل كانوا يستاهلوا، لكن كأصدقاء مقربين. ففي الأربعة الأخيرة كنت نتمنى نسيم أكيد وهايدي، لكن هذا مش ما يعنيش أنا ما تمناش توفيق لمروان، وبالعكس. طب إيهاب كان من أقرب الناس ليكي كأصدقاء، لكن مؤخرا حصل بعد كده خلافات ما بينكم. خلافات ما بين الناس اللي يتوقعوا فقط. لا بس انتوا ما سلمتوش على بعض في حفلة الميمة، يعني انتوا التقيتوا انتوا الاثنين مع بعض بعد غياب وما حصلش سلام ما بينكم؟ لا سلام عادي، سلام باحترام،
مش احنا في الميمة، احنا بقينا فنانين يعني. سلام، اخبارك ايه؟ تمام تمام الحمد لله. يعني احنا قدام يعني ناس، فلازم يكون، مش احنا ما بقيناش سهيلة الصغيرة اللي تلعب، وإيه احنا مش في موقع يتطلب هذا الشيء، احنا كنا في موقع. لكن الحقيقة لازلتوا أصدقاء ولا في يعني اختلاف ما بينكم في وجهات النظر؟ سبب برضو أثر وبصمة لا لا ما بينكم؟ لا، كل واحد عنده وجهة نظر، لكن هذا لا يعني أنه احنا مناش أصدقاء، لا أصدقاء بالعكس. وأنا مثل ما نقوله، أنا بالنسبة لي نحب الكل، ومثل ما قلت اللي قرب لي أقرب لي، وما راحش تبدل على هذا الشيء. حتى ولو ما على باليش وش راح يصرى، مش عارفة وش راح يصرى، لكن أنا بقاو قرب لي، لأنهم كانوا دايما معايا في فترة كنت بعيدة عن الأهل، فنحسهم مثل أهلي. يعني خلافك مثلا مع محمد سعد ده كان حقيقي ولا كان هزار؟ لا حكينا عليه قبل شوي. هزار؟ والله كنا عاملين مقلب في الطلاب، يعني حابين نشوفوا ردة فعلهم وردة فعل أصحابنا، لكن مش عارفة كيفاش الناس شافوه أنه حقيقي. لا كان مقلب والله العظيم. ومحمد سعد حبه بزاف بزاف بزاف، ومثل ما قال لي، قال لي عمي توفى الله يرحمه. وانتوا على اتصال ببعض لحد النهارده؟ احنا تواصلنا. شفتيه وانت هنا في مصر؟ لا توفى عمي لهذا السبب ما قدرناش. الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه. طيب انا عايزه اعرف برضو منك يا سهيله، انت ما شاء الله عليكي يعني عملتي اغنيه مجنون وحققت نجاح كبير ونسبه مشاهده عاليه. عايزة أعرف هل أنت كنت متوقعة أن الأغنية دي تحقق النجاح ده كله؟ هي أولا على فكرة في التوب فايف عندنا خدت يعني نمبر وان، يعني كان عليها نسب تصويت عالية جدا. أنت كنت متوقعة أن تحصل نسب مشاهدة عالية على اليوتيوب وأن تحقق النجاح ده كله؟ أكيد في البداية ما تكونش متوقعة هذا الشيء، لأنك في أول خطواتك، وأكيد فيها أغلاط ما طلعتش مية. أنا بالنسبة لي ما اقتنعتش بيها، واكيد كل مره احنا نمشي درجه درجه، مش نطلع وبعد ننزل، لا من التحت للفوق نمشي درجه درجه، وان شاء الله يا رب الشيء القادم راح يحقق نجاح اكثر وراح يكون مدروس اكثر. لانه اصلا انا طلعت الاغنيه مجنون هذه في وقت كنت مريضه، كنت لسه راجع من الاكاديمي، كنت فلهذا السبب ممكن فيها نقائص، وانا شايفه انه فيها من بعد ما تعلمت، يعني احنا لسه نتعلم. طب ليه ما تصورتش فيديو كليب؟ ما بظهري نصور فيديو كليب مرضي، اكيد كنت تعبانه، وان شاء الله اغنيه جايه راح تكون فيديو كليب. طب ايه اللي جذبك لاغنيه مجنون؟ يعني انت لما قريتي الكلمات وسمعتي الالحان، هل ايه اللي جذبك؟ هل حصل تعديلات مثلا ولا لا؟ الموضوع جه ازاي يعني؟ الكلمات اصلا من شاعر كبير نوجه له تحية، الدكتور علي الغامدي، فما فيش اختلاف عن الكلمات اللي يكتبها. والألحان ثانية عن ملحن معروف أحمد عبد، نوجه له تاني تحية. أنا عجبني الكلمات واللحن، طبعا الكلمات فيها كلام ممكن مش متعودة عليه، ما فهمتوش، كنتش نفهمه، لكن كلحن خطفني. الكلمات عارفة الأغلبية، لكن في كلمات فعلا كلمات جديدة جديدة ومش متعودة عليها، فهذا خلاني نبحث عنها أكثر. أما الألحان خطفوني، وأكيد من بعد ما شفت لما طلعت من الأكاديمي شفت الناس أنها تحب سهيلة في الخليجي، فهذا الشيء اللي خلاني ناخذ هذه الخطوة. طب إيه رأيك نسمعها؟ مجنون؟ يلا يلا. مجنون تسميني أو مفتون أو قلبي أبيض لون أو باسمي ناديني وكفى محتار مثلك ولا يحتار يختار وما يختار سكت ويا عشقني خفى. الله جميلة. الله جميلة سهيلة. سهيلة انت حصلتي على لقب ملكة جمال ستار اكاديمي، قولي لي اللقب ده انت حصلتي عليه ازاي، وبيكون الاختيار بناء على ايه؟ بناء عن تصويت الجمهور، مسابقة كانت يعني قدام الناس، وكانوا نسب مرات يبثوهم للناس يعني يطمنوا او يسخنوا المسابقة، فهذه ترجع
لصاحب هذا البرنامج ولا المسابقه هذه. نوجه تحيه لزكريا فحام المستشار الاعلامي نتاعي، نوجه له تحيه ونقول له ميرسي بزاف على هذه المسابقه لانها اضافت لي الكثير. طب مين اللي كان بقى معاكي في المسابقه دي؟ يعني ايه الاسماء اللي تذكرت؟ كل الطلاب البنات الاكاديمي كلهم، نوجه لهم تحيه كامله، نتمنى لهم التوفيق. كانوا معانا وطلعنا أربعة للدمي فينال اللي هي هايدي وشونتال وحنان وانا، ومن بعد طلعنا للفينال انا وحنان. ومع انه كنت دائما نقولها ونبقى نقولها وقلتها في الاكاديمي انه حنان تستاهل ملكه جمال مش ستار اكاديمي فقط في نظري، وعزيز عليا دي روح طيبه منك يا سهيله. لا عزيز علي وقلتها لها حتى في الاكاديمي، يا حنان انت مش في الاكاديمي. قبل ما بفوت لفتت نظري. لفت نظرك في ايه بقى؟ في جمالها، كانت يعني صراحة تشوفيها قدامك أحسن بزاف من أنك تشوفيها على الكاميرا وهيك شيء. فقلت لها هذا الشيء، وصلت لها أنه أنت تعجبيني، ولما دخلنا قلت لها أنت تستاهلي ملكة جمال الكون مش بس كلام. والحمد لله هي أخذت لقب، لكن هذا لا يعني أنه أنا أحسن منها أو هي لا، بس ده تصويت الجمهور. كل واحد عنده ميزة، كل واحد عنده ميزة. وحنان طيبة والله، إنسانة طيبة ونحبها بزاف. أنا بالنسبة لي حنان مثل ما شفتها بالأول مثل ما أنا أشوف فيها، إنسانة طيبة، إنسانة طيبة. جميل. طب ولقب بنت العرب، اللقب ده أنت حصلتي عليه إزاي يا سهيلة؟ كنت في يومها في الأكاديمي، نسيت مع من كنت نحكي، ممكن مع مرتضى، تحية لمرتضى وأهل العراق، وكنت ممكن نحكي مع علي الملك. المهم قلت له أنا بنت فلسطين، أنا بنت العراق، أنا بنت سوريا، أنا بنت الجزائر، أنا بنت مصر، أنا بنت ليبيا، أنا بنت المغرب، أنا بنت تونس، أنا بنت 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 بنت. قلت له بالآخر أحسن خليها بنت العرب، طلعت هاشتاج والله ترند العالم، وبقى اسم ومسؤولية كبيرة. هذا الاسم مسؤولية كبيرة، أنه كيف بنت مثلي، مش نقلل من نفسي، لكن يعني ده تواضع منك، مش تواضع، لكن يعني صعب صعب صراحة انه بنت مثلي في عمري تمثل بنت العرب. يعني ان شاء الله مستقبلا اكيد رح يرافقني هذا الاسم، لانه اول مرة يتسمى واحد بهذا الاسم. ده صحيح. مميز. ده صحيح. فالفنانين العالميين الاجانب يشوفوا بنت العرب كيف تمثل العرب، هذا حسيته مسؤولية كبيرة عني، فلازم قدامهم نمثلهم بنت العرب بالفحلة الجدعة. جميل. شايفة ان الجمال يعني بيضيف قد ايه للمطربة او بيساعدها قد ايه في النجاح؟ شايفة انه امر ضروري ولا مش بالضرورة طالما الصوت حلو والموهبة موجودة؟ برضاك يا خليلي، لا رغبتي ورضاي. الانسان لما يكون قانع في نفسه وتكون روحه حلوة ما يحتاج ولا شيء. لكن أنا صراحة بعيدة كامل البعد عن المظاهر، المظاهر اللي أوفر اللي بزيادة. أنا نحب الإنسان البساطة، نحب البساطة بزاف ومعرفة بهذا الشيء. أنا كسهيلة دايما نشوف القلب وش فيه، لأنه القلب وحده يعني من عند ربنا سبحانه، لما يكون أبيض الوش ينور، فهذا هو الجمال الحقيقي واللي احنا نبحث عليه واللي ما يتغيرش. انا ممكن اليوم ملكة جمال، يعني مع انه نحسه شوية بعيد علي هذا الاسم. ليه يا سهيلة؟ ما شاء الله عليكي، ملكة جمال، جميلة وجذابة وصوتك حلو ومحبوبة وروحك كمان داخلية، يعني الموضوع برا وجوة، واعتقد ده سبب حب الجمهور العريض ليكي. الحمد لله. الحمد فبعد كم سنة، 20 سنة، 30 سنة، راح نكبر، راح يروح، يبقى سهيلة للداخل. سهيلة تربات كيفاش تربات، قلبها أبيض مش أبيض، تحب الخير ما تحبش الخير، حسودة مش حسودة، هذا اللي رح يبقى يرافقني طول عمري. بس شايفة معايير سوء الغناء إيه؟ مش شايفة أن معايير سوء الغناء في الوقت الحالي الصوت وحده لا يكفي؟ الصوت وحده لا يكفي، مش الجمال 100%، جمال الأخلاق والواحد يكون مرتب ونظيف. أكيد. فقط يرتب نفسه بالنسبة لي، بالنسبة لي. بس مش بتشوفي نماذج على الساحة موجودة ما بيكونش الحقيقة عندها موهبة الغناء قد ما بيكون عندها الشكل الجميل والستايل اللي بتظهر بيه، ومع ذلك
بنشوف يعني ان النماذج دي كتير قوي على الساحه وبتحقق نجاح يعني غير متوقع. النوعيه دي بالنسبه لك يعني بتشوفيها ازاي؟ كل واحد ربنا سبحانه اكرمه من او اعطاه من ناحيه ما نقدرش نقولوا وعلاش هذا اعطى لهذا. مثلا انا طلعت في سادس برايم الحمد لله بشهادتك وبشهادة الجميع ان سهيله عندها جمهور كبير، ومع انه مش ما نستاهلش لكن دخلت فتره صغيره وخرجت ومثلي مثل غيري، ممكن غيري كان احسن مني في الاكاديمي. فهذا ما يقدرش يقولوا سهيله علاش عندها هذا الكم من الجمهور وعلاش يحبوها الناس، هذا حاجه عطاها لنا ربي سبحانه. لو وحده اخذها لها ربي سبحانه في حاجه اكيد يعوضها لها في حاجه ثانيه، لو اخذها لها في الصوت عوضها لها في الجمال وعوضها لها في حب الناس. فانا ما نقدرش نقول انه ما ينفعش تكوني مغنيه، ما اولا هذا انا نحكيها لنفسي هذا الشيء انه انا ننفع او ما ننفعش، لكن غيري ربنا سبحانه عطيه شيء العكس ننصحه انه يحافظ عليه. ميزه، هذه ميزه عطاها له ربي سبحانه، يا في الصوت يا في الاخلاق يا في الجمال يا في، هذه ميزه عطاها لنا ربي سبحانه. وحب الناس ثاني ميزه كبيره. اكيد طبعا اكيد. احنا نطلع فاصل يا سهيله وهنرجع لاني حابه اسمع منك اغنيه برضاك. اوكي انتظرونا مع سهيله وهنرجع باغنيه برضاك لسهيله، انتظرونا. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، برضاي برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي، برضاك يا خالدي لا رغبتي ورضاي. خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي. أبلغ بصوتي مقصدي ومناي، لما ناجيك لما ناجيك لما ناجيك لما استماع شكواي. الله الله بجد اغنية حلوة قوي، صوتك تحفة ما شاء الله. الله وبتغنيها بصوت واحساس عالي. نتعلمه حبيبي، ما زلنا نتعلم. لا بس واضح انت مغرمة بأم كلثوم. نموت عليها طبعا، مدرسة. قولي لي يا سهيلة، تحبي تكوني زي مين او مين مثلك يعني الاعلى في الغناء؟ نحكي بصراحة، عندي كل فنان عنده ميزة، كل فنان عنده مدرسة خاصة فيه. يعني بتميلي مثلا للغناء القديم ولا الجديد؟ انا كمستمعة وش نحب نغني، انا نحب الغناء القديم لانه بيبين يعني امكانيات الصوت كيف يتنقل من مقام لمقام، صعب ونتعلمه عليه، تعلموا كيف النفس نتحكموا فيها العرب ونحطوها. فقلت لك بالنسبه لي مدرسه، كل واحد وش ناخذ من الميزات. لكن الغناء الجديد العصري هو شبابي،
واحنا في 2016 وراحين 17 18 ان شاء الله يا رب، ولازم نقدموا شيء يليق بالجيل اللي احنا فيه. اكيد. طب فنقدر ننسج بين مين من القديم غير ام كلثوم اللي بتحبي تغني له؟ نحب اغنيه خايفه اول محمد عبد الوهاب، نحب الراحله ورده الجزائريه. انت ليكي اغاني حلوه قوي بتغنيها بصوتك لورده الجزائريه، يعني سمعتها لك حلوه كتير. نحب في يوم وليله بالذات. طب ما تيجي نسمع في يوم وليله. يلا يلا. في يوم وليلة ليلة ليلة دقنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة عمري ما شفته ولا قابلته يا ما يا ما شغلني طيفه وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى أشوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح إيديه لقينا روحنا على بحر الشوق وشربنا منه ودبنا فيه ومن يصدق يجرى ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. الله عليكي. الله يا سهيلة، حلو قوي صوتك، على صوتك في الاغاني على فكره القديمه يعني في ام كلثوم وورده ما شاء الله. طب من الاغاني الجديده بقى يعني بتحبي تغني لمين وتحبي تسمعي لمين؟ نحب بزاف فنانين. نحب جنات. تحبي جنات؟ تحبي تغني لايه لجنات من الاغاني يعني واضح الرومانسيه قوي بتميلي ليها. لكن حبيت اغنيه حبيبه على نيات وتعلقت فيها. دمها خفيف الاغنيه دي. خفيفه وحسيتها مطابقه على شخصيتها خفيفه. نموت عنها جنات. بتحبي جنات كتير. طب نسمعها منك؟ يلا يا ريت. يلا. حبيبي على نياته كل البنات اخواته ده ما كانش كده بس انا غيرت كل حياته دلوقتي عايش حاجات وعيونه مش شايفة حد لو واحدة بتسأله بيسيبني أنا اللي أرد حبيبي داب على إيدي وتاب دخلني قلبه قفل الباب حبيبي داب على إيدي وتاب دخلني قلبه قفل الباب يا خواتي عليه يا خواتي دي براءته مالية حياتي اللي بنظرة كانت شات وجرأته كانت ملهاش حد بيسلم وعني في الأرض موت عليها. جميلة جنات وصوتها حلو واختيارها كمان للأغاني ذكي فهي مناسب ليها. هي تاني يعني من أكتر الناس اللي تخليني نتعلم عنها، يعني هي في فترة صغيرة قدرت تتحقق نجاح كبير ما شاء الله. حقيقي صوتها فعلا كمان مميز. مميز بالذات. واختيارها للأغاني والألحان مناسب جدا لطبقة صوتها. هي لأنها من المغرب العربي مغربية ف عندها عرب خاصة فيها. ده صحيح. صح. سهيلة هل ممكن في يوم نشوفك ممثلة شاطرة زي ما انت مطربة شاطرة؟ اولا انا مطربة في بداية فني، يعني لسه كلمة انه مطربة شاطرة هذا
مسؤولية زايدة. يعني أنا ما شاء الله يعني أنت غنيتي دلوقتي كذا أغنية غير كمان الأغاني اللي قبل كده سمعناها فيديوهات ليكي على اليوتيوب، يعني نسب مشاهدة هي اللي بتتكلم. الحمد لله، إن شاء الله راح نكون ممثلة شاطرة. أنا نحب هذا المجال وبزاف ناس شهدوا على هذا الشيء انه سهيلة شاطرة في التمثيل، فنتمنى انه نتوافق اكثر في هذا. انا عارفة ان انت تعرض عليكي في الجزائر عمل فني، ده صحيح؟ وفي رمضان القادم؟ في رمضان هذا ان شاء الله يا رب. ايه بقى اللي هتشاركي فيه؟ هو احنا في الجزائر معروفين يعني عندنا مشاهدات عالية في القناة، ممكن في رمضان نتابعوا بزاف القنوات الجزائرية، فنحطوا افلام يعني تكون مسلسلات حلقات قصيرة لكن تكون سكاتش يعني مضحكة، واحنا نسميهم سكاتش، يكونوا مضحكين ويكونوا خفاف. يعني انت اوريدي فعلا شاركتي في سكتشات كوميديه وهتتعرض في رمضان اللي جاي؟ في رمضان. وانا ده باسم ايه بقى السكتشات دي؟ موسوسين يعني موسوس، يعني حد يعني عنده وسواس، فاهمه؟ اللي هو احنا كل واحد عنده وسواس من الثاني. في حلقات منفصله متصله؟ صراحة كم حلقة أنت مشاركة؟ أكيد قد شهر رمضان 30 حلقة أو أكثر. يعني أنت أوريدي موجودة في 30 حلقة؟ أنا الحمد لله، ومع أني ما زال ما بديتش تسجيل، سجلت الشيء اللي راح يكون جديد ولا واحد حكيت له عنه، أنه سجلت الجينيريك، الأغنية بتاع الجينيريك للفيلم. طب انت دورك ايه بقى في العمل ده؟ انا بتقدمي اكتر من شخصية ولا هي شخصية موجودة شخصية طول الحلقات؟ طول المسلسل. وواحدة يعني مثل ما قلت لك، واحدة عندها وسواس مع العائلة كالعادة، ويعني عملوا شيء انسانة مش موسوسة بزاف، لكن انسانة دايما واخدة حذرها، بالاخص لما طلعت من الستار اكاديمي تعلمت اكثر وفيت اداكي جرأة قدام الكاميرا اكثر. بزاف. طيب ايه بقى يعني مناخ العمل، راي المخرج ايه؟ هل انت قدرتي تقدمي الدور بشكل كوميدي زي ما كان متصور؟ وهل سهيلة ممثله شاطره فعلا ولا لا؟ هو شاف الايفالات اللي كنت نعملها في الاكاديمي فتاكد من هذا الشيء، يعني كان يقول ايفالات تحسسيني كاني حقيقه عايشه، فهذا الشيء خلى ساعدني بزاف الحمد لله. حتى في الاكاديمي اكتشفت هذه الموهبه، وحتى اصحابي شاهدين على هذا الشيء. طب الحمد لله. طب قولي لي، غنيتي في المسلسل تاع الجينيريك؟ عايزين أغنية خاصة. ما نقدرش لانه مش عايزه تحرقيها، يعني مش حابه الا بطلب منهم، ولو كنت عارفه كنت حكيت الموضوع. طيب قولي لي نختم بايه؟ نختم بواش؟ شيء نغني شيء جزائري. ايه رايك؟ ماشي اوكي، نختم باغنيه جزائريه. اوكي، اغنيه جزائريه محبوبه عنا بزاف. خلاص جميل، تفضل. وين هو اللي مكتوب ليا يكون شريكي في الحياه؟ وين هو اللي مكتوب ليا يكون شريكي في الحياه؟ نهدي له قلبي بالنياه ونعيش معه للممات، انا والله ماذا بيا في هنا يعيش معايا راضيه بيك وراضيه بيا. وين هو وين هو يا غرب ليلي طلع عليا؟ هذه اغنيه محبوبه عندنا بزاف بزاف، وحابه نشكرك على الاستضافه. انت اللي نورتينا. ونشكر كل احبابي اللي واقفين معايا ومسانديني، ونشكر الاستاذ احمد زغبي لانه رافقني بزاف، وطبعا صديقي خلاني ننبهر اكثر في مصر، ونشط السياحه مثل ما يقول لنا نشط في السياحه. سراج، نقول له ميرسي بزاف، وان شاء الله كلكم تنورونا على الجزائر، وراح تعرفوا باللي الجزائريين مأصلين، واللي اللي شتموا مستحيل يكونوا من الجزائر، لانه الجزائر بزاف يحبوا مصر. اكيد طبعا، واحنا يعني مرحبين بيكي وسعدة بيك يا سهيلة ونورتينا، واكيد الشعب المصري يعني من عشاق سهيلة، واكيد انت شفتي ده في استقبال المصريين ليكي. الحمد لله يا رب، الحمد لله شفتهم، والله قاعدين في وقت متاخر وتاخرت الطياره بساعتين، وجيت واستقبلوني وسلموا عني، وكل يوم يسقسوا علي يسألوا علي سهيلة تحتاجي تحتاجي تحتاجي، حسيت نفسي في بلدي. الحمد لله. هسيبك للكاميرا دقيقة توجهي كلمة للشعب المصري. أوكي. طلب مني أنه عارفة أنه أنتم مستحيل أنكم تشموا أي بلد استقبلتني،
ومستحيل، وانتكم خليتوا كل المشاكل من وراكم وماشيين معايا خطوة، انتم تمشوا فيها خطوة خطوة، فخلونا نخلوا كل المشاكل من ورانا ونمشي خطوة خطوة، وعلى بالي انكم فاهميني. مثل ما كرموني في عدة دول عربية، احنا تاني نكونوا كرماء معهم، واحنا اصلنا مؤصلين وعدنا نيف وكرماء، فنحاولوا نبتعدوا عن اي شيء يخلي ممكن يفهمونا بالناقص. وانا كل ثقة فيكم ونحبكم وخليكم ديما معايا، ومثل ما نقولوا اللي جاي واعر واعر بيكم مش بلا بيكم. شكرا، نورتيني يا سهيلة. الله يخليك حبيبتي، ميرسي. وان شاء الله مش هتكون المرة الاولى والاخيرة ان شاء الله لينا لقاء معنا في عمل حبيبتي. جديد ان شاء الله. نورتيني.